السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو سأقدم لكم وضعية إدماجية عن فصل الربيع، إذا لها مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة: بعد فترة البرودة والركود في الشتاء، يحل فصل الربيع كفصل تجديد وانتعاش للطبيعة والحياة بجو دافئ ومريح. العرض: فصل الربيع هو فصل العطاء والحيوية والنشاط، تظهر فيه الشمس بأشعتها الناعمة بعد طول غياب واختفاء، فتتزين السماء بأشعتها الدافئة التي تعيد الحياة إلى الطبيعة، وتكتسي الأرض بحلتها الخضراء الجذابة، فينبعث الأمل وتتجدد مظاهر الحياة، وتعود الطيور المهاجرة إلى ديارها، وتنمو البراعم والأشجار، وتتفتح الورود الجميلة في الحقول والجداول لتنشر رائحتها في كل مكان. تظهر الفراشات بأجمل الألوان لترسم أجمل لوحة فنية طبيعية مع زقزقة العصافير التي تحلق في السماء. في فصل الربيع تكثر النزهات والتجول والتأمل في الطبيعة الساحرة، حيث تنطلق الأسر في الربوع الخضراء، وينتشر السرور والمرح بين الأطفال في المروج، وتستريح الحواس بجمال الطبيعة وهدوئها. كما يتوافد السياح المغتربون في هذا الفصل البديع ليعيشوا ويتمتعوا بأجوائه الخلابة. قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الآية 39 من سورة فصلت. الخاتمة: الربيع هبة الله ومنحته للأرض لكي تزدهي بجمالها البديع الرائع. يقول البحتري عن الربيع: أتاك الربيع الطلق يحتال ضاحكا، ومن الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهكذا نكون قد أنهينا هذه الوضعية الإدماجية المعتبرة. إلى وضعية أخرى إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.